المشكله صارت كبيره. المشكله استاذ نجم اللي ما اعرف وصلك او ما وصلك، هنالك تطور خطير في كركوك ترى، خلي تنتبه الحكومه جيدا، هنالك ربما يعني امور يعني ما اريد اذكرها، لكن اكو فت صعود تصاعد في العمل، يعني الموجودين راح يرفضون نهائيا واستلام البارتي الديمقراطي الى منو دا يساعد الان يا استاذ سرمد؟ الان منو الطرف دا يساعد؟ المسؤول عن التصعيد من؟ يعني الموجودين اللي قطعوا الطريق، يعني عرب وتركمان، يعني اللي رافضين هو بأمه. اسألهم انت، المفروض نسألهم شنو سبب رفضكم؟ ما هو الديمقراطي عنده مقرات ترى بكركوك بالمناسبة، وأكل الحزب الإسلامي الكردي عنده واليكتي عنده وكلهم عندهم. المشكلة ليش صار الاعتراض على مقر العمليات؟ هو السبب واضح يا أستاذ نجم، احنا ليش نلف وندور وما نوصل ندخل في قلب الحقيقة؟ أكو معلومات، يعني لو تسأل مواطنين في كركوك مو من عندي المعلومات، وأنا غير شاهد عليها، أنا نقلت لي لكن لم أرى في عيني، اللي هي أكو فرق، يعني خلينا اللي هي أنه وجدوا ناس من العرب والتركمان مقتولين بداخل هذا المقر، هذا كلام أهل كركوك، هذا كلامهم، خلينا نكون صريحين. الآن لو قبل كلامهم لا لا لا، الآن وقبل، لذلك من آني سألت قلت لهم أنتوا شفتوا أحد؟ شفتوا زين وين الفيديوهات مان الناس المقتولة؟ مو احنا همين يعني احنا مو بصورة طبيعية رأسا اجي اتهم فلان، يقولون خلاص جابهم واحد، والله احنا خلي ياخذون اي مكان في كركوك. طبعا هاي عدة ناس اتصلت بيهم البارحة واليوم من بداية المشكلة، يقولون خلي ياخذون اي مقر، بس مقر العمليات المتقدم ما ياخذوه، على اعتبار خلي اسمي لك اياها، على اعتبار والله خاف يعني، للاسف طبعا تعبير يعني أنا أعتذر منه جدا، لكن على اعتبار أنه والله كسرت خشم من هذا بالعراقي، يعني زين يا با مو لهالدرجة هذه، يعني أنت إذا سائر على ما تقول كسرت خشم، أنت حولت الطرف الآخر إلى عدو، ومن ثم حتى المعلومات التي أنت لا تشهد عليها، لا. حتى المعلومات، كم سؤالي التي لم تشهد عليها، كم حزب بحزب بالمناطق الغربية وبالمناطق الجنوبية وجدوا به قتل وانكتلة ناس وأبرياء، ايش معنى ذيك النسة هذا الذكر؟ خلينا نكون أمناء، هذا اي خلينا نكون أمناء يا أخي، اكو مشكلة بيناتهم يا أخي، اكو مشكلة بيناتهم، والمشكلة كل تعرف بيها، اكو مشكلة بيناتهم، اكو شيء موجود بيناتهم، مهما يكون هذا الموضوع. يقول لك احنا وشيء تكلم بيها الشيخ وصفي، قال لك احنا 14 سنة عانينا ما عانينا، بالوقت اللي اقوى علاقات، ابو كركوك يومية رايح العرب، يومية باربيل، ويومية بدهوك، ويومية بسليمانية، ما تفتهم هاي القصة، يعني هاي قصة عجيبة غريبة، انه تشوفهم هؤلاء يم هؤلاء وهؤلاء يم هؤلاء، بس من توصل الى مرحلة معينة يصير هذا الشد القوي بيناتهم. مو قال لك السيد الشيرزاد صار هذا الشد؟ مو قال لك السيد الشيرزاد اللي خرب هؤلاء هم هؤلاء؟ هاي صدق لو كذب؟ اي مو هي هذه السادي، السفينه تكثر ملاليحها تغرق، اذا ماكو سيطره واضحه للدوله وما حد يتنفس في ظل وجود دوله وقوات امنيه، قوات امنيه تابعه للدوله حقيقه مرتبطه بمحمد الشياع، احنا نخاف. استاذ نجم اسمع هاي الكلمة الأخيرة وتحول إلى ضيوفك. أنا متخوف من السلاح الموجود، من السلاح الموجود اللي ربما تزايد خلال يوم أمس واليوم، احنا نخاف من أي صدام لا سامح الله يحدث. فنتمنى أن يتم حل المشكلة سريعا. نتمنى أن تحل الموضوع الحكومة سريعا. شنو التصعيد الآن؟ التصعيد هذا التصعيد من مسؤول عنه؟ ما أذكره، هذه أكو عندك يا أخي، أكو عندك أجهزة استخبارات وأمن، هي تكشف إيش يصير، هي تكشف. شوف بس أنت تتبنى الآن الفكرة، مو أنت تسيل لعابي لقضية الفكرة ده؟ الفكرة يا أستاذ نجم، الفكرة أخذتها من الناس اللي موجودة واللي اتصلوا بيه زين، انه قالوا ما مستعدين نتنازل عن المقر المتقدم نهائيا، فلذلك يتطلب تدخل الحكومه، ارضاء الاخوه الكرد وارضاء الموجودين
واتمنى ان لا يتم اختراق يعني الناس اللي طيب. اللي طيب ناس اتمنى ان لا يتم اختراقهم دكتور.